رحم الله معيد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا غريب يا مظلوم كربلاء ما إن بقيت من الهوى اعوادي لهفي
الصدر المعظم يشتكي من بعد حر رضى جيادي تحت ظهري أخرى تحت رجلي زحزح الجسد أشلاء أو صار يا من يسأل عن قطعة بارية جئ إلى بتلك البارية لف أعضاء أبيه فيها يا 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 ثم أخذ ينبش بيديه في التراب نظروا إليه وإذا به بل استخرج خنصر وحتى قطعة قلبه اللي استخرجوها بالسهر ما بقى غير الكريم على الروح يبرى الحرام لفه خلى بقبره وظل شم بمن حرام أحسن أحسن صاحبه يشلون اشيلك ولو صال مطشرة لا تشفن يحصل يا بوي ولا حنوط ولا غسل نور عيني ولا عظم منك بالاخر متصل بقلبي بارية بالله حضره نجمع وصالة ونلمة ويح قلبي ونكبر لم جميع وصالة ابوه اللي انقطع واللي انهشم حتى قطعت قلبه اللي استخرجها بالسهم من عندي راس يريد يودع يريد يقبل ان يقبل وهو جثة بلا راية لثم قبلة الوداع في المنحر الشريف ثم نادى ابا حسين في امان الله من عقب
شمنا مشفلين بالبواري ثم أهل علي التراب وركز علي علما طويلا رجع رجع إلى الكوفة تلقت عمته زينب بيتك يا ابني هيا جت حزني علي المرض جاي منين يا باقي البقية قالها يا عم جيت من الغابرية وعرت خوتي ودفنت عباس وحسين يا علي نادى الدفن تهلك يا بعد أهلي يا سجى حتى دنا من الخلق شق لهم رموس غير محاسنهم يا عم حر الشموس ودفنتهم كلهم يا محزونة بلا عروس ودفنتهم كلهم يا محزونة بلا عروس إلا البطل عباس لا رأس ولا يد ليلة نادي ذاب قلبي يا ابن الأمجاد شحال عليه من حر الاوهاد قالها يا ليلي عن عزيزك لا تسالي دارت عليه النسوه كل واحده تسال عن ولدها كل مولد فرت تسال عن ابنها كل مولد فرت تسال عن ابنها وحملت هل الدمع وتصيح بغبنها العريس قل جنازته يا هدى فنها العريس قل جنازته يا هدى فنها الله يا قلب اش تحتمل من فجعة البن الآن كسرتي والكسر ربك يا جبر العريس بيدي نزلت دوست بقبر وياها خوتم موسدين بفرد حفا وياها خوتم موسدين بفرد حفا قلب انصدع من شوفته مخضب الجفه وتت الربابه تصيح قلبي من الوجه ذا والله ارد انشدك يا الذي وريت الاحباب عن نور عيني حسين قبل تهي اللي تراب عن نور عيني حسين قبل تهي اللي تراب شلت النبي العلي وعدلت الجسد زين بحال شفت اجسادهم يا نور عيني قالب عرى قالت اسئلك عن جميلي تعب عينك قلب اسمت شعبني وارت عبد الله الرضيع بحفرة حسين إلا يا ابو محمد تراحت يك شعبني صدري العزيز يا حسين جاف موسد بني
يا رعد ذاك القبر وياهم يهضمني، يا رعد ذاك القبر وياهم يهضمني، وش بحياتنا غصا وعيشها لثنا. ولا لذة مشارب يا الله. اللهم من حففنا حول قبره هذا أنزل اللهم في قبره الضياء والنور والكرامة والحبوب والولدان والحور والمسك والكافو، انقله اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور، واحشره اللهم مع من كان يتولاه من النبي والأئمة الطاهرين، واخلف على أهله في الغابرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. إلى روحه وأرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان، نهدي للجميع هذا اليوم ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.